السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كويزين أسماء كيف العادة، نتمنى تكونوا بخير وبألف خير إن شاء الله. اليوم فيديو جديد اللي هو عبارة عن ملوي اللي كنتو كتسولوا عليه بزاف، اللي غادي نعطيكم اليوم الطريقة ديالو. الطريقة بطريقة مبسطة إن شاء الله، ونفس الطريقة باش كنخدموه في المحل. ملوي كيجي مورق وكيجي هائل ومقرمش من برا، نتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر، واللي جربوه يخلي لي تعليق، واللي اول مره كيشوف القناه يدير اشتراك ويضغط على زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد، وما تنساو تبارطاجيو الفيديو لكي تعم الفائده للجميع. ومرحبا بالناس الجداد نورتوني في هذه القناه، والناس القدام دار داركم، هذه قناتكم. دابا غادي ندوزو الى المقادير والطريقه. بسم الله. غادي نحتاجو 250 غرام دقيق ابيض الفورص، وغادي نحتاجو 250 غرام فينو، الكميه كتكون متساويه. قد معلقه صغيره ديال سنيده، معلقه صغيره ديال الملح، القياس ديال الملح. وكنحتاجو ماء بارد، يعني ماء عادي ما يكونش دافي. غادي ندير في العجانه طحين، غادي ندير الفينو، وغادي ندير الفورص، معلقة ديال السكر سنيدة، والملح تقريبا راه معلقة، معلقة تكون عامرة، معلقة صغيرة. ما كنديروش الخميرة إذا كنتو غيكونوا من الصباح بكري، ما كديروش الخميرة إذا كنتو زربانين بيه، كديرو واحد شوية ديال الخميرة. غادي نخدم العجانة، وغادي نبقى نضيف الماء بشوية بشوية، والعجينة كدور حتى تجمع لينا العجينة. نحاولو ما نكتروش الماء من الأول، هي كتعجن وحنا كنضيفو ليها الماء غير بشوية بشوية باش تجينا العجينة متماسكة ورطبة. كنضيفو الماء غير بشوية بشوية، ما نكتروش الماء من الأول باش تجينا العجينة هي هديك في القياس. كتشوفوا هنايا العجينه ديك ما خصها الماء، هي هذيك. الا كان خصها الماء جاتكم قاصحه كتزيدوا شويه الماء. انا غادي نخليها هكا ونخليها دابا تعجن مزيان حتى تكون العجينه مطاطيه ورطبه. دابا العجينه راه تعجنات، غادي نحيدها من العجانه. هي العجينه كتكون ملسه وخفيفه، واخا كتلصق شويه في اليد ما تخافوش منها. كندهن دابا سطح العمل فاش غادي نخدم فوق هاد الرخامه، غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، وغادي نحط عليها هاد العجينه. كما قلت لكم راه واخا كتلصق باليد ما تخافوش منها، المهم خصها تكون رطبه وكما تكونش جاريه. دابا غادي ندهن هديا بالزيت، وغادي نجمع العجينه. كما كتشوفوا العجينه هي كتجبد، يعني مطاطيه. العجين كلما تدلك مزيان راه كيكون احسن. غادي ندهنها بالزيت مزيان، غادي نغطي العجينه بواحد القطعه من السلوفان، غير بلاستيك عادي. نغطيها جيدا ونخليها ترتاح مدة ديال بين 5 دقائق حتى 10 ديال الدقائق. كندهن بلاطو فين غادي نحط العجينة بالزيت. دابا العجينة ارتاحت ليا، غادي نقطع العجين الى كويرات صغار. هنا درت فيهم انا تقريبا بين 35 غرام حتى 40 غرام، يعني يكونوا ملويات صغار. هاي الطريقة باش كنقطعو العجينة، يعني كنقجوها الله يسمح لينا منها. دائما كنقطعها بالطريقه باش كتخرج الكره، كتجي مقاده وملسه وما كيدخلش ليها الزيت للداخل ديالها.
غادي نكورو العجينه، هاد الكويرات نكوروهم جيدا حتى تسد لينا ديك القطعه اللي كتكون في التحت، ضروري تكون مسدوده لحقاش الا خليتوها كمحلوله غير كورتها بشويه حطيتوها. الوقت فاش غادي نورقوا العجينه بالزيت غادي تبقى تقطع لكم في ديك البلاصه، فاش قطعنا العجينه كتبقى تحل لكم، غتبقى تقطع لكم العجينه. يعني من الاحسن تكوروها مزيان تتعرفوها بانها مسدوده مزيان. كنستمر كنقطع العجين كامل اللي عندي. دابا فاش سالينا التقطاع ديال العجينه حصلنا على 24 قطعه، يعني من 6 كيلو ديال الطحين مخلط خرجت لينا 24 قطعه صغيره، يعني مزيانه بزاف. غادي ندهنهم مزيان بالزيت، يعني ندهنهم جيدا ونغطيوها بالبلاستيك جيدا ولا قطعه من السلوفان باش ما ديشنا ديك القشره الفوقانيه، ونخليوها ترتاح 11 دقائق. من بعد ما ارتاحت لينا العجينه غادي نحتاجو في الطوراق الزيت، طحين فينو، والزبده. انا هنايا الزبده مارغرين، الزبده مارغرين عادي ذوبتها تحرقتها من الماء، يعني الزبده نوازيت ضروري ديك الزبده كتحرقوها من الماء، داك الماء هو اللي كيخلي العجينه تكونينا مدقصه من الداخل. هنا داك فينو كنضيف عليه واحد خماره ديال الحلوه وغادي نخلطو مزيان، والدور ديال الخميره ديال الكيماويه في الطحين ديال الفينو هو كينفخ لينا الملوي من الداخل ولا حتى المسمن، وكيفرط لينا الوريقات من الداخل ديال العجينه. غادي نبداو دابا بالطوراق، كندير الزيت على سطح العمل، غادي ناخذ واحد الكريه وكندير شويه ديال الزيت من الفوق. العجينه الا كانت مدلوكه مزيان راه كتكون مطاطيه، ما كنضربوهاش باليد، غير كي لاحظتوا ايدينا غير كنجر العجينه بحال كتمسحوا هكا شي زاج ولا شي حاجه كتجروا، والعجينه كتمشي حتى هي يعني كتكون العجينه مطوعه كتمشي معها. وكيبان لكم سطح العمل ديك الرخامه راه كتبان في وسط العجينه الا رديتوا البال، يعني عجينه رقيقه. وكندهنها بشويه ديال الزبده ونرشها بفينو اللي فيه الخماره، وكنتنيها على 3 ديال المرات، يعني على كنتني الثلث الاول. غادي نعاود معكم شحال من قطعه باش تفهموا الطريقه، يعني شوفوا العجينه ما شاء الله راه ما كتقطع، العجينه هي اللي كتجرنا ماشي حنا اللي كنجبدوها. غادي نبقى نحطهم هنايا حتى يرتاحوا، يعني 24 بيس انا غادي نساليها كلها. ها شوفوا العجينه كيفاش كنجرها، ودائما الزبده كما قلت لكم خصها ضروري تحرق من داك الماء ديالها نحصلوا على الزبده نوازيت. داك الماء هو اللي كيعجن لنا العجينه من الداخل وما كيخليش الملوي ولا المسمن يجي مورق. ها انتم اللي كتشوفوا دابا العجينه كيفاش كتجي ساهله في الطرق ديالها، ودغيا كيبين داك سطح العمل كتبين ديك الرخامه وسط العجينه. وركزوا على الثنيه اللي كندير، يعني كنجمعها على 3، ما سرعتش هنايا الفيديو باش تفهموا مزيان. ما تكتروش بزاف الزبده باش ما يجيكمش ميدم، غير القياس.
كنمشي بهذه الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي. كنكمل بهذه الطريقه حتى نسالي. نتوما كانت عندكم كميه كثيره راه كديروا شويه بشويه، كديروا تقريبا دابا 15 بياسه كترجعوا كتجمعوها عا باش كتكملوا ثاني 15 اخرى. انا 24 بياسه غادي نحيدها بواحد الدقه. دابا من بعد ما ساليت جميع الكويرات اللي عندي غادي نهز اول وحده كنت بديت بها كنحطها. كما كتشوفوا اليد اليسرى كنهز العجينه للفوق واليد اليمنى كنجبد بها العجينه، يعني كنورقها هكا بيديا كنجبد. وهاد الطريقه كيفاش غادي نجمعها، ها نتوما كنلويها على شكل باندات تقريبا فيهم 4 سنتيم. ما تلوموش رقاق، ديو ديك اللويه رقيقه بحال اللي كتبرمو، غير خصكم تقريبا نهار كامل باش يلا ترتاح لكم العجينه. هنا كنمشي بنفس الطريقه حتى نسالي. انا راه ما سرعتش الفيديو، خليته عادي باش تفهموا مزيان. هانتوما العجينه كتمشي كتكون طويله، كنشد دوك الريوس كندخلهم في الوسط وكنضغط عليها. كنمشيو بهاد الطريقه حتى نساليو جميع البندات اللي عندي. هنا شوفوا البندات راه ما كنلويهمش مزيان، كما قلت لكم تقريبا كندير ديك التنيه دي فيها 4 سنتيم تقريبا. نتمنى تفهموا الطريقه، هو راه ساهل ما فيش زعما خدمه بزاف، ساهل وكميه قليله غادي تخرج لكم هاد يعني التبصيل صغير 24 بياسه راه مزيانه لكم بزاف، يعني الرابعه ديال الطحين والرابعه ديال الدقيق فينو يعني دقيق سبيسيال. كنمشي بهذه الطريقه حتى نسالي كاع البندات اللي عندي. غادي نرجعهم للبلاطو، ونغطيهم مزيان بالبلاستيك باش ما ينشفونا، نخليهم يرتاحوا تقريبا واحد نص ساعة. من بعد ما ارتاحت العجينة غادي نطلقها غير شوية كبيدي، ما يكونوش بزاف فرقاق باش ما يجيوش قاسحين في الطياب. هكا درت الكريه كتسخن باش نوجد شحال من وحده. دابا العجينه راه ارتاحت مزيان دغيا كتطلق لينا. من بعد ما سخنات المقله كنرشوها بشويه ديال الزيت وكنحطوا هاد الملويات. هنا عندي هنا الكريه كتهز كميه كبيره ديال الملويات. صافي كنمشيو بهاد الطريقة حتى نعمرها، عاد غادي نقلبهم. ما تخليهمش حتى يطيبو مزيان، كنقلبهم في البلاصة.
صافي دابا من بعد فاش كيتحمروا كنحيدوهم، كنجمعوا ديك ثلاثه البيست ولا اربعه، كيكون هذا اللون ديالهم ذهبي، وكنحيدوهم. فاش سالينا الطياب غادي دابا نحلهم، كناخذ اربعه ديال البياسات كما كتشوفوا وكنحلهم. غير هكا كنضربهم ضريب خفيف، راه كيجيو محلولين. كندور وكنضرب، هو دابا كيجي محلول من الداخل، كيجي مورق وكيجي خفيف. واخا تجمعو هكا كترجع كما كانت، بان محلوله كامله. وهو دابا ملوي من بعد ما حطيناه قدمناه، كما كتشوفوا راه كيجي خفيف الشكل ديالو. هو واخا بارد راه كيبقى محلول. يعني ما كيرجعش كرم، كيبقى كيك مطلوق، ديما كيبقى خفيف. دابا ها هو الملوي ديالنا راهو جات وقدمناه. نتمنى يعجبكم الفيديو، وبالخصوص النساء اللي كيسولوا عليه دائما، هاني حطيت لكم الفيديو اليوم، ان شاء الله يعجبكم. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم اللي كتعم الفائده للجميع. ولي اول مره كيزور القناه يدير اشتراك ويضغط على زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديال القناه. ودابا غادي نقول لكم السلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.